من لندن، حيث أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال شخص يبلغ من العمر 31 عاما بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام وسط لندن. مراسلة الحدث أفادت بمقتل 3 أشخاص في عمليات طعن ودهس وقتل متزامنة. وأما في التفاصيل، تم العثور على جثتين في أحد شوارع نوتنغهام قتل طعنا، وفي شارع ثان تم دهس عدد من الأشخاص بشاحنة صغيرة، ثم عثر على جثة ثالثة في شارع آخر. جاء ذلك تزامنا مع إغلاق عدد من الشوارع ووضع خدمات الطوارئ في حالة استنفار، مع انتشار كثيف لأفراد الشرطة. كما تمت أيضا مطالبة السكان بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث. إذن مشاهدينا، نحن نتابع هذه التطورات العاجلة من بريطانيا. هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة هي مباشرة لمنطقة أو إحدى المناطق التي حدثت فيها هذه التطورات الأمنية. هي 3 حوادث أمنية وتتعامل معها الشرطة في نوتنغهام. طبعا في تصريحات للشرطة التعامل مع هذه الحوادث الأمنية منذ 4 صباحا. وطبعا لمزيد من التفاصيل والمعلومات من لندن تنضم إلينا مديرة مكتب الحدث في بريطانيا ريما مكتبي. ريما، أهلا بك. هل تتوفر أي تفاصيل أو معلومات إضافية حول هذه الحوادث الأمنية في نوتنغهام؟ 3 حوادث أمنية متزامنة بدأت 4 فجرا. شخص قام بعملية طعن وفي شارع ما في وسط نوتنغهام، ثم انتقل الموضوع إلى حادث أمني آخر وهي فان قام بدهس عدد من الناس، وعملية أمنية ثالثة وجد شخص مقتولا. واعتبرت الشرطة البريطانية أن الحوادث 3 متزامنة ومرتبة. ليس واضحا إذا ما كانت هذه الدوافع إرهابية أو ربما من عمل العصابات أو بدافع الجريمة، ولكن الشرطة استحضرت أجهزة أمنية متخصصة. قلما نرى عناصر مسلحة في شوارع بريطانيا، وبالتالي يعني كان واضحا تواجد القوات المسلحة على الأرض، ولا زال الطوق الأمني مضروبا حول منطقة شاسعة وواسعة في وسط نوتنغهام. طيب ريما، إذا كانت أيضا تتوفر لديك المعلومات حتى الآن، مع أن المعلومات يعني قليلة نعلم حتى هذه الساعة، ولكن حول منفذ أو إحدى المنفذين لهذه العملية، هل في معلومات عنه جديدة؟ اعتقل شخص عمره 31 عاما، ليس واضحا إذا ما كان هو من قام بعملية الطعن أو إذا من كان من يقود الفان. لكن بالصور التي رشحت إلى اللحظة يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنه الشخص الذي قامت شرطة باعتقاله كان قريبا من الفان. لكن هناك 3 جرحى في المستشفى جراء عمليات الدهس، وأيضا 3 قتلى. ولم تحذر الشرطة من عمليات أمنية أخرى، ولكن التحقيقات مستمرة والطوق الأمني مستمر، ويعتبرون أن الموقع أكتف سين، بما يعني أنه يخافون من عمليات أمنية أخرى. طيب ريما، ما طبيعة هذه المنطقة نوتنغهام؟ هل جرت العادة أن يكون فيها الكثير من المشاكل، مثلا الحوادث الأمنية، بصرف النظر إذا كانت إرهابية أو تتبع لجريمة مثلا في هذه المنطقة؟ حدث عدة جرائم بالآونة الأخيرة في بريطانيا قامت بها العصابات. يعني في وضح النهار قبل أشهر قليلة مرت سيارة أمام جنازة
وأطلقت النار وأردت بعض أردت شخص قتيلا. وبالتالي العمليات الأمنية التي تقوم بها العصابات المسلحة ليست بقليلة في بريطانيا وفي أنحاء متفرقة، لكن ليس هذا بالضرورة عمل عصابات بانتظار تصريح من الشرطة. نوتنغهام مليئة بالجامعات، يعني هناك على الأقل جامعتين للطلاب في قريبة من وسط نوتنغهام، جامعة نوتنغهام وجامعة أخرى. هذه المدينة معروفة بأنه مليئة بالجيل الشاب من الناس بسبب هذه الجامعات والتحصيل العلمي. نعم. وهي يعني مدينة كبيرة ومهمة جدا، لكن العملية حصلت الرابعة فجرا، ربما لم تكن أو يكن وسط المدينة مليئا بالناس، لكن الرش أور أو ساعة الذروة في المدن البريطانية وفي وسط الأسبوع تبدأ من الخامسة تقريبا، لهذا تم إيقاف الترام الذي يربط أرجاء المدينة ببعضها البعض وهو سائل التنقل للحد من انتشار العملية الأمنية. نعم، طيب ريما تفضلي بالبقاء معنا، سنتابع هذه المشاهد المصورة وهي المشاهد الأولية طبعا لعملية إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم بتنفيذ هذه الحوادث الأمنية. طبعا أشير وأذكر بأن هذه التسجيلات المصورة التي عرضناها هي تسجيلات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا تأكيدات من الشرطة البريطانية حول ذلك، ولكن هذه الصور تظهر رجال الشرطة البريطانيين وهم يلقون القبض على أحد المشتبه بهم، أو إذا كان مشتبه به واحد قام بهذه الحوادث الأمنية المتزامنة، كما كانت توضح لنا مديرة مكتب الحدث من لندن ريما مكتبي بأنها حوادث متزامنة بدأت في الرابعة فجرا من صباح اليوم. إذن هذه المشاهد التي نتابعها هي للمنطقة الآن التي حدثت فيها هذه الحوادث الأمنية في نوتنغهام وسط لندن، وطبعا نتابع أول بأول كل التطورات حولها. ريما، نحن كنا نتابع هذه المشاهد، هل في أي تسجيلات ربما تنتشر في بريطانيا حول هذه الحوادث الأمنية المتزامنة؟ هناك هذه الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يعني من المفيد وضع مسافة مع هكذا مواد تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في هكذا لحظات تكثر الأخبار الكاذبة أو القديمة. أنا أنتظر تصريح الشرطة البريطانية، حتى وسائل الإعلام البريطانية التقليدية لازالت لا تتداول هذه الصورة، لذا من المفيد يعني إبقاء العين عليها من دون تبنيها. نعم، بالتأكيد. إلى حين التأكيد، المؤكد أن ثلاثة أشخاص جرحى يقودون في المستشفى ويتعالجون بسبب عملية الدهس التي حصلت بالفان. وبالتالي تبدو أنها عملية منسقة متزامنة وفيها أكثر من شخص. وعندما يحصل هذا تستحضر الشرطة البريطانية أجهزة أمنية متعددة ومتخصصة في هكذا نوع من التحقيقات. حتى اللحظة لا يوجد معلومات. نعم. أنه استحضروا الفرقة المتخصصة بالتحقيقات الإرهابية، وهذا لافت، لكن بانتظار المزيد من الشرطة. ربما ما يشير في هذه النقطة إلى أنها ممكن أن تكون من تنفيذ عصابات كما ذكرتي، ولكن أيضا نؤكد على هذه المعلومة ريما بأن التسجيل المصور هو متداول وليس رسمي لإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تنفيذ هذه الحوادث الأمنية. بالتأكيد نتابع أي تصريحات رسمية ومستجدات جديدة دائما معك ريما. شكرا لك حتى الآن من لندن مديرة مكتب الحدث ريما مكتبي.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.